مرحبا، كيف حالكم؟ انا ديانا. تعرفوا انه في السعودية بنخسر 40 بليون ريال سنويا بس عشان ما عندنا مشاريع اعادة تدوير كفاية؟ للأسف احنا في السعودية عايشين تحت اطنان من اكياس النايلون. نفسي اعيش في بيئة خالية من كل دي الشوائب. كمان تعرفوا انه نسبة بطالة المرأة في السعودية 86%؟ عشان كده خليني أعرفكم على عضوين مميزين جداً في فريق عملنا. ست تروشيه ومحرمها الأخ كيس النايلون. شوفوا إحنا إيش سوينا مع ست تروشيه والأخ كيس النايلون. ومن فترة تم اختيارنا نعرض فكرة تروشيه في هارفارد وفزنا المركز الأول. إنه نروح على سيليكون فالي ونتعلم كيف نطور فكرتنا. بس إحنا عندنا مشكلة صغيرة، ست تروشيه ما عندها مصنع. إحنا نحتاج دعمكم عشان نبني لها مصنع، وعشان كده ست تروشيه والأخ كيس النايلون محتاجين إنهم ياخدوا طناجركم وصحونكم وكاساتكم والسراويل والفنايل. قصدي محتاجين طوب. قصدي نحتاج دعمكم عشان نبني مصنع صغير لينا كلنا. ساعدونا عشان نقدر نطور المجتمع. شكراً.